بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. عندي واحده صاحبتي سبقاني بكذا سنه جواز كده، دايما ناخد منها التجارب والخبرات في تربيه الولاد اول باول. وبما ان اولادي لسه في مرحله الطفوله واولادها بقى في المراهقه وما بعدها، فانا الحقيقه بسمع الابديت بتاع كل حاجه. فمثلا تحكي لي انه الاولاد لما يعني بيكبروا شويه تلاقيه خد جنب كده وبدا يعني يفكر مع نفسه كده وما يبحش بافكاره، بيصاحبوا مين، بيتعاملوا مع امهم باي طريقه. الحقيقه ان الام بتتنقل ساعتها من مرحله الزعيق والتعب البدني، تقعد تجري ورا اولادها والكلام ده، لمرحله العياط والتعب النفسي، لان الولاد بيبتدوا بالذات الصبيان يبعدوا عنها شويه بشويه، يقفلوا على نفسهم، يبقى ليهم عالمهم الخاص، صحابهم. الحقيقه انا بسمع الكلام ده من هنا وبطني بقى تبتدي تمغص، واقول لها اه ربنا يطمنك. يمكن اكتر حاجه بيبقى نفسنا فيها ان اولادنا ما يعملوش حاجه غلط، واكتر حاجه بتريح الام ان هي تشوف ابنها ملتزم على الاقل في موضوع الصلاه ده مبدئيا، يعني مبدئيا كده يبقى بيصلي، عشان تحس انه طيب ها يعني هو بدا ياخد سكه ايه الالتزام والاحترام كده من اولها. وانا الحقيقه عمري ما شفت ولد في سن المراهقه يعني ملتزم بموضوع الصلاه ده ولقيته على الجانب الاخر متعب مع امه، يعني ابدا، يعني على الاقل في اول سنتين يعني او اول سنين حياته كده اللي بيبدا فيها يبعد عن، يعني يبدا في السنين دي يبعد عن حضنها ويستقل بنفسه مع اصحابه. لا عمري ما شفته يبقى بيصلي ومتعب ابدا، بحس كده انه في متلازمه بين الصلاه وهو صغير، شاب صغير او مراهق، وبين التزامه بشويه حاجات كده على الاقل في الاطار الخارجي لعلاقته بامه وابوه وفي حياته. يعني بحس انه في متلازمه الصلاه مع الادب، الصلاه مع الاخلاق، في حاجه كده دايما في موضوع الصلاه ده بتخليه مشدود ناحيه انه مؤدب او ناحيه انه ملتزم، ناحيه السكه اللي يعني تفهمه انه ما ينفعش يبقى بايظ او يعمل اي حاجه غلط او يكذب او يسرق او يعمل اي حاجه وحشه. ليه؟ لانه واقف بين ايدين ربنا كل يوم وبيصلي كل يوم 5 مرات. فده الحقيقه الهدف الاصلي ولا ورا تعويد ولادنا على الصلاه من صغرهم، ان هم ما يطلعوش بايظين. احنا عايزين نعودهم على كده عشان الولاد يبقوا يعني ملتزمين. ازاي بقى نعودهم؟ ده الحقيقه موضوع مش سهل، مش بالهين، وبالذات كمان لو الاب مش بيصلي مثلا والام عاوزه تعودهم، ولو مثلا الام مش بتصلي وعيشتها ملهوجه وملخبطه، وبعدين تقول لابنها يلا يا حبيبي قوم صلي ولا اعملك حاجه مفيده. طيب ما هو مش شايف حد ملتزم بالصلاه، هيلتزم بيها بناء على ايه؟ واحيانا برضو تلاقي ان الام والاب بقى لا بيصلوا وما بيفوتوش فرض، ومع ذلك مش عارفين يملكوا ولادهم، مش عارفين يعودوا ولادهم على الصلاه من صغرهم، او سايبينهم براحتهم، او شدوا عليهم قوي، فالموضوع بيفرط منهم. الحقيقه ده موضوع مهم يعني عاوزين نتكلم فيه وعاوزين نركز فيه. ما هو ما عندناش اهم من ولادنا، وما عندناش اهم من راحه بالنا بعد كده. السنين اللي جايه بعد كده راحت بالنا فيها هتتبني على يا ترى ولادنا اللي احنا مخلفينهم دول هيبقوا كويسين ولا مش كويسين، هيبقوا اولاد صالحين بيسالوا على اهاليهم وبيودوهم وبيبقوا محترمين معاهم ولا لا. كل ده يعني كل ده هيترتب على البذره اللي احنا بنحطها في الاول، والبذره مش هتبتدي غير بالتعويد على الصلاه. هنسال في الموضوع ده فضيله الشيخ احمد تركي، ازاي نعود ولادنا على التزام بالصلاة ونحببهم فيها، بعد فاصل قصير.